ازيكم عاملين ايه النهارده؟ نزلنا نسأل الناس اسئلة عن حياتهم، بيعملوا ايه، بيشتغلوا ايه، اي حاجة، دردشة. معانا اتنين اهو. ايه ده يا ايه ده ايه ده يا صلاح ده؟ لا مدام منى الشاذلي اهي. منى الشاذلي ايه يا فندم؟ امال مش حضرتك منى الشاذلي؟ هتعمل ايه يا حضرتك؟ اها المايك يا ده اللي بيركب هنا اهو تكلم فيه قاعد يطلع الصوت. انا هرطيني يا بقول لك ايه هي كده مدام منى الشاذلي شايفانا؟ اه شايفاكم. احنا كده طالعين في التلفزيون. ايوه ده هو ده المخرج بتاع التلفزيون. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا بقول لك يا صلاح، ما تيجي نتكلم معاها عن المشاكل بتاعتنا. والنبي يا حاج احنا مش لاقيين شغل، والنبي وشوفنا وانت شغاله بسم الله ما شاء الله، فلوس نازله. أيوة عليك كده. شغاله في التلفزيون. اه شغاله. شوف لنا اي حاجه في التلفزيون ان شاء الله حتى تعجبنا. حتى سماح سبانخ بقالي سنه يعني بقول لها يا سماح نتجوز، فتقول لي لا ده انا مش هتجوز، اقل لي من شقه تبقى اوضه. اوضه اجيبها منين؟ اوضه دي يا صلاح. اوضه والله. شفت المره اللي هتشرب جوزه هناك؟ هي مره وعدت واحد ماشي الراجل ماشي مع البنت هناك وعايقول لها بحبك. فعلا عايقول لها بحبك والله. السفله دي. ده انا ابويا قال لامي بحبك دي بعد ما انا اتخجيت في ما خلفوني. قال ما تعرفوش حاجه هناك. طب قبل ما يخلفوك ما قالوش بحبك؟ لا والله ده ما كانش يعرف اصلا يتجوزها. بالنار على طول. ولا كان يعرف انه متجوزها اصلا. ماشي. ابويا اكتشف انه متجوز وعنده عيل. بس احنا عندنا ما فيش حد يشوف وش مرته غير بعد ما تخلف ولديا ثلاثه كمان. ايوه اللياقه يا صلاح مظبوطه؟ اللياقه مظبوطه؟ قول لي قول انت كنت فين؟ اهدى. ايوه اهدى. ولد عمي ولد عمي التلفزيون. ولد عمي التلفزيون هو بص للكاميرا قول له يا سلام هيصور. يعني هيصور. سمعت الخروف؟ لا بس حلوه البتاع دي. بقول لك البتاع دي حلوه والله. ولد عمي ثواني اللية بتاعت الخروف بتاعك تشيلها له. ايوه احنا مالنا ومال اللية دلوقتي. المزاحه دي حلوه. انا عايز الرجوع والله. عايز الرجوع والله العظيم. انت يا قمر صلاح انت في المزيحه انت هتشرب جوزها يا قمر. انت يا قمر يعني معلش يا قمر. كانت ايه بالظبط؟ واحنا مش عارفين يعني هنصور ايه. اقول لك ايه، ما تيجي نتجوز واكتب لك قراطيه. مين اللي هيتجوز؟ انا اللي اتجوزت. انا الطلاق. انا هتجوز مين يا صلاح؟ انا اللي هتجوز. هتجوز مين يا صلاح؟ الطلاق. انا اللي هتجوز. الطلاق زي ما انت متجوز يا صلاح. لا هتجوز يا صلاح. انا اللي هتجوز يا صلاح. هتجوز والله. اعرفك بالشلوط. اعطيه بس يا جماعه ما ينفعش كده. خلاص يا ولد عمي. احنا هنخيرها تتجوز مين فينا. انا موافق ما عنديش كلام. تتجوزي مين يا لهطة القشطة؟ انت يا قمر. انت يا بقرة. هتختاري مين فينا احنا الاتنين؟ ولا واحد فيكم. هتقول لك ولا واحد فيكم؟ كيف ده؟ البت اللي كنا هنكسر بعضينا عشانها يعني احنا هنموت بعض بسببك وانت تقولي ولا واحد؟ افتح التلفزيون. ده نصيحة لكل راجل، اوعى تخسر ولد عمك عشان خاطر حرمه تشرب جوزه على الكافيه. والله شفتها بتشرب جوزه هناك. هتشرب جوزه كمان. تشرب جوزه. طب بقول لك يا حلوه. اقول لك يا حلوه، انا ليله وهو ليله. ايه بتشتري معزه؟ والله المعزه اغلى منك يا ولد البقره. انت هتتنك علينا؟ ايه حيلك ده ولد عمي ده ما خسروش. اقول لك ايه بتشيل البلهيطه اللي انت عاملاها فوق وشك دي. طبيعي. لا ما طبيعيش. عمري ما اخسر ولد عم عشان خاطر حرمه تشرب جوزه يا بتاعت الجوزه. طب انا موافقه اتجوزك. يلا مع الجواز. تتجوزين انا؟ مع الجواز ساتش يا ولد عمي. هتجوزك انا؟ هي قالت لي طلع الجواز. هي قالت لي طلع الجواز. لا يا ولد عمي. هي قالت لي لا يا ولد عمي. ما اقول المقدمة الاول مقدمة. انت دلوقتي معانا اتنين هنقابلهم هنتكلم معاهم عنهم. ماشي. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ نزلنا بفكرة جديدة هنسأل الناس بتعرفوا تعملوا ايه، وهنشوف رد الناس معانا. تابعونا. ومعانا اول سرسجي. ازيك؟ سرسجي ايه وانت تعرفيني لا مؤاخذة؟ لا.
طب امال يعني بايه سرسجي دي؟ بتعرف تعمل ايه؟ بعرف انا اي حاجه معاكي فيها. ايه اللي بعرف اعمل ايه؟ بتعرف تغني؟ بعرف اغني؟ لا ما بعرفش اغني، بس بعرف اضحك بس. اهلا بحضرتك. اهلا بيك حضرتك. هنسألك سؤال، بتعرف تعمل ايه؟ بعرف اي حاجه في الدنيا بعرف اعملها الحمد لله. بتعرف تغني؟ بعرف اغني وبعرف امثل وبعرف اعمل اي حاجه. تاخدوني في دور يعني؟ طب ما تسمعنا صوتك. يعني اسمعك مثلا سكر محلي محطوط على كلام؟ ماشي. بهوايا انت قاعده معايا عينيك ليا. من برنامج المسابقات بتاع الشارع. اه مطرب على فكره وصوتي حلو. طب مغني انت؟ مطرب برضو؟ اه مغني. خليكي لو هتمشي انا ليكي، انت ليا انا ليكي، احنا الاثنين قاطعين. الله تسيبيني. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فاطمه؟ ممكن اسالك سؤال؟ اتفضلي. حضرتك بتشتغل ايه؟ انا شغال سواق توك توك. سواق توك توك ما شاء الله. بتعرف تغني؟ لا ما بعرفش، بس عيالي بيعرف. تعرف تغني؟ اه. بتعرف تغني ايه؟ سكر محلي محطوط على كريم. طب ما تغني. يلا خش معايا. يلا. التجران شغلانه بعنايا، وانا في المكان في خلقه حواليا، مش عاوز حد ياخد باله من اللي انا فيه. شفتك قمر سهرني لالية، وهموت عليك ربنا عالم بيا. انا ليكي وفيكي ومعاكي لازم شغلاني، مش هقولك تاني لو الف حاجة وجعاني بشوف عيني ترسها. يا ملاكي. يلا ازيكم عاملين ايه النهارده؟ نزلنا نسمع اصوات المصريين. اول مصري معانا، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم. سمع، بتعرف تغني؟ على قدي. طب سمعنا صوتك؟ ممكن. انا بمدح اللي مخاف الموت لما جاله، سيدنا محمد اللي مخاف، اللي مخاف الموت لما جاله. في يوم من الايام سيدنا عبد الرحمن يا عيني جا وخبط على الباب، قام رد قال للنبي قومي يا فاطمه، قومي يا فاطمه شوفي مين اللي خبط على الباب. فتحت فاطمه وقفلت في وشه تاني الباب، قالت له يابا يا محمد في واحد خبط على الباب. اول ما شفته يابا العظم مني اتنى، والجسم مني انحنى، والشعر الاسود شاب. قال لها افتحي له يا فاطمه، ده مفارق الاحباب، ده مفارق الاحباب. دخل وقال السلام عليكم ياللي في البيت ونايم، ام رد قال النبي وعليكم السلام يا كاس على امتي داير، يا هل ترى انت جاي لي قابض ولا جاي لي زاير. انا زرت مين من قبلك يا محمد علشان اجي لك زاير؟ انا جاي قابض ولا بيديش، وان قلت لي اخرج راح اخرج ولا اجيش. قام النبي اتوضى وصلى ركعتين لله، وقال تاني مرجعنا للعزيز مولاه. صرخت فاطمه بصوت عالي يا محلى، قالت ابويا عروس القيامه راح للكريم مولاه. شكرا.